بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. حي الإله هذه الوجوه النيرة واجعلها يوم لقائه ضاحكة مستبشرة. نواصل وقد بلغ بنا الحديث عند مندوبات الصلاة. مندوبات الصلاة، تحدثنا في الحصة السابقة عن مندوبات الصلاة وذكرنا بعضا من الأعمال التي يقوم بها المكلف وهي من المندوبات، وفرقنا بين الفرض والسنة والمندوب أن الفرض لا ينجبر ولا تنصلح الصلاة إلا عند الإتيان به، أما السنة إذا تخلفت أو وقع فيها خطأ فتنجبر بالسجود القبلي أو البعدي، أما المندوب إذا تخلف فلا شيء على المصلي. مش كما نغلط في فرض تغلط في ركعة ولا في سجدة، كما نغلط في سنة مؤكدة أو أكثر من سنتين خفيفتين، وكما لابد لازمك تعمل السجود القبلي والسجود البعدي حتى تصلح الصلاة نتاعك، أما كي تخطئ في المندوب فلا شيء عليك. هكا علاش قلنا لابد للمصلي أن يميز بين هذه المراتب من الأفعال حتى يعلم كيف يصلح الصلاة، كيف يصلح صلاته. من مندوبات الصلاة ذكرنا أمثلة من الأعمال، منها التيامن في التسليم. التيامن عند التسليم كتقول السلام عليكم، ما تقولهاش وانت مقبل القدام، لازم تمشي شوي لليمين السلام عليكم. وقلنا إذا كان فما شكون عن يسار وش يعمل؟ يكمل يسلم علي على يسار، السلام عليكم السلام عليكم. نعم، هذا ويجوز له أن يسلم على إمامه إن كان مأموما. ثم قول آمين، التأمين بعد قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقت اللي يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين المأموم يقول آمين، ويقولها حسب المدرسة المالكية سرا. لماذا؟ لأن المدرسة المالكية قلنا عندها نظرية متكاملة أن الصلاة ما يترفع فيها الصوت إلا بقراءة القرآن، إلا بقراءة القرآن، وهي اللهم استجب بمثابة الدعاء. قولك أمين هي بمثابة الدعاء، أي قولك اللهم استجب. والدعاء كيف يكون في الصلاة؟ سرا. إذا قولنا أمين أي اللهم استجب تكون سرا، عكس بعض المدارس الأخرى التي تقول أن كانت أرجاء المسجد في مكة يهتز لقولهم آمين، أما في المدينة أي في المدينة القول سرا. ثم قولك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد هي من الفضائل، وإذا نسيتها في ركعة من الركعات فلا شيء عليك، أما إذا تكرر نسيانها في أكثر من ركعتين هذا الوقت تولي يجب عليك السجود القبلي، خاطر هي بمثابة السنة الخفيفة. كما تكبيرات الانتقال، احنا نعرف تكبيرة الإحرام اللي هي قولك الله أكبر للدخول إلى الصلاة هي فرض، وإذا نسيتها ما تسماش خلف الصلاة أنا ما تجيبها، لكن التكبيرات عند الانتقال من السجود إلى الركوع إذا نسيت واحدة أو نسيت زوج تكبيرات لا شيء عليك، أما إذا نسيت ثلاثة ذاك الوقت يلزمك السجود القبلي. ثم من المندوبات الدعاء في القنوت، القنوت في صلاة الصبح. بالنسبة للمدرسة المالكية القنوت وقتاش نعملوه؟ بعد صلاة الصبح، والقنوت هو دعاء. كيش نعملوه مال؟ سر. ريتو كيفاش النظرية متكاملة؟ سواء قلنا آمين اللي هي اللهم استجب دعاء، ولا قلنا بدعاء القنوت اللي هو جاي بعد الصورة في الركعة الثانية من صلاة الصبح، الكل يقالوا باش بالسر، يقالوا سرا. وعنا ذكرنا الصياغ نتاع دعاء القنوت، وقلنا الصيغة المشهورة هي المروية عن علي بن أبي طالب، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفر، أكثر الصيغة اللي حافظينها. وإذا كان الإنسان ما يحفظهاش وما ينجمش يحفظها ولا موش حافظها ينجم يقول أي دعاء آخر، لأن هي في الدعاء. ثم اتخاذ رداء عند الصلاة، من مندوبات الصلاة أنت ما تصليش كتافك عريانة، فمن المندوبات أنت تضع
رداء على صلاتك، على كتفيك عند صلاتك. وإحنا قلنا كنت تذكروا الحديث من الأول في الشروط نتاع الصلاة، اللي شروط الصلاة من بين الشروط نتاعها ستر العورة. وبالنسبة للذكر شنو هي العورة التي يجب أن يسترها في الصلاة وفي غيرها؟ هي من السرة إلى الركبة. لكن نوليو ونجيو لمسألة أخرى، هي مسألة الآداب. مسألة الآداب اللي من الآداب من باب التأدب ومن باب الاحترام ومن باب إجلال لذلك المقام، ما تأتيش أفعال، ما تأتيش بعض الأفعال وإن كانت ما هيش معناها تضر بأصل الصلاة، مش بطل لك الصلاة، لكن من الآداب أن أنت ايوه تستر روحك، ما تصليش كما نقولوا احنا كتافك علينا ولا حاجه. من الاداب، وهذا مساله الاداب نتاع المسجد باش نجيوها، فما بارشة امور لا بد من مراعاتها عند الاتيان الى المسجد، وبرشا امور باش نخصوا لها درس باش نتحدثوا في اداب المسجد، خاطر فما برشا كلام وبرشا احاديث نبويه متعلقه بهذا الجانب. من المندوبات ايضا التسبيح في الركوع والسجود، كذا مأثور عن سيدنا صلى الله عليه وسلم اللي هو كي يركع يقول سبحان ربي العظيم، ويجد يقول سبحان ربي الأعلى. ثم من مندوبات الصلاة سدل اليدين أو إرسال اليدين. إرسال اليدين في ماذا؟ في الفريضة. ذا عند المدرسة الملكية اللي في الفريضة يجب من المندوبات ومن الأداب التي ترسل يدين. لكن إذا صلى النافلة وطال به القيام جاز له أن يقبض. قل لي أفهم الحديث، قل لك مش مشكلة الأحاديث، فصلنا المسألة هذه الحصة الأخرى، اللي الأحاديث عندها مرجحات، يلزم فما أحاديث ترجح أحاديث، فما أحاديث ترجح مع أخبار المدينة، العمل نتاع أهل المدينة، مالك كيفاش راه التابعين يصلي، والتابعين كيفاش راه الصحابة نتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. معناها مشكل إذا كان الإنسان يقف على نص الحديث ويأخذ بظاهر الحديث فحسب من غير إدراك الحيثية ومن غير إدراك المعارض لذلك الحديث، هذاك يولي يوقع في إشكال، وصارت لنا برشا مشاكل التي يعترضوا علينا بأحاديث ونساو الأحاديث الأخرى المروية. ها مثلا يقول فما شكون يعترض يقول كل بدعة ضلالة، المثال هذا ذكرناه تكلمنا على صلاة التراويح، يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أي حاجة الفاتحة بدعة، صلاة التراويح بدعة، يعترض بك، يعترض لك بالحديث هذا، يقول لك أي حاجة ما عملهاش النبي فهي بدعة. ولنا يلزمنا نفرقوا اللي مش كل بدعة ضلالة، المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم البدعة اللي ما عندهاش أصل في الدين هي الضلالة. أما إذا كانت بدعة عندها أصل في الدين وعندها شواهد من الدين فهي ليست ضلالة ويجوز الإتيان بها. مثلا أنت تقول لي أنت نقرأ الفاتحة على الميت، مش نقرأ الفاتحة، ما عندهاش أصل في الدين هذه، ما تعمدش. مش كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يزور الأموات مثلا يقرأ قل هو الله أحد، عنده أصل، فما حاجة تشبهها، فما أفعال وأعمال تجعل من ذلك العمل مشروعا فيجوز القيام به. أما عمل لم يعرفه السلف وعمل معناها جديد حادث محدث وما عندوش أصول في الدين، هذا الوقت كلمنا قلنا راهي بدعة راهي ما تجيش. أما ما دام حاجة عندها أصول فهي جائزة. لأن المسألة نتاع إرسال اليدين ما لازمناش نضخموها أكثر من قيمتها، خاطر هي مسألة متعلقة بمندوبات الصلاة، ضخموهاش، لكن ما نجموش زاد نعترضوا عليها ونقولوا غير جائزة. ولمن مالك اتخلعت يديه هبط يديه، كي اتخلعت كتافه هبط يديه، الكلام كل ذاك خاطئ. راهي هذيك سنة عملها النبي صلى الله عليه وسلم، ونفهموا الأحاديث من المرويات أن النبي صلى بالقبض وصلى بالإرسال، وصليت أنت بالقبض صحيح وصليت بالإرسال صحيح. وقلنا احنا من الحصة الأخرى أن الأولى والأحسن أن أنت تتبع المدرسة اللي أنت فيها وتتبع الإمام اللي أنت تصلي وراه، وذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. مسألة القبض في الصلاة ما كانتش موجودة في بلادنا، وقتاش دخلت لبلادنا مسألة القبض في الصلاة؟
وقت اللي مع دخلت الفضائيات والناس تراه كيفاش يصلي في الحرم واعتبروا ان الصلاه في الحرم مكان هو الصحيح والصلاه اللي عندنا احنا في الجامعه دي هي الغلط. وزيد معناها عندنا برشا مواطنين بالخارج صلوا في المراكز الاسلاميه البرة كي جاوا لنا اعتبروا اللي نعملوا فيه احنا خلاف للسنه. وهو اللي نعملوا فيه سنه واللي يعملوا فيه هما سنه. لا ما فهمش حاجه. فهمش في الوضعيات نتاع القبض نتاع القبض فما اللي انت تحط ديما اليسرى على اليمنى على اليسرى وتحطها معناها في البطن ولا ما بين السرة والقلب ولا على القلب هكي هي الوضعيه ولا في وسط معناها البطن هيك تحت الصدر تحت الصدر على السرة ولا تحت السرة هكي هي الوضعيات نتاع القبض. اما اللي انت تعمل هيك ولا انت تعمل هيك هكا حركاتها كيف كل ما عندهاش اصل. ولناء المندوبات ايضا كما قلنا عقد الاصابع وتحريك السبابه هذه كلها من مندوبات الصلاه اي اذا تخلفت يجوز. وصفه الجلوس قلنا فما صفه معينه عملها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الانسان ينجم يجلسها الجلسه هذيك نتاع التجارب فذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو الاجر اذا ما نجمش ما فما حتى اشكال. ثم قراءة المأموم في الصلاة السرية. خاطر نعرفوا احنا في الصلاة الجهرية ايش لازمك تعمل انت؟ لازمك تسمع، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، تسمع. أما في الصلاة السرية إذا يقرأ الإمام نتاعك ما تقعدش أنت سارع ولا تقعد تستنى فيه لين يكمل باش تعمل معاه الحركة، يجوز لك أن تقرأ القرآن. إذا ما قريتش لا شيء عليك، نعم. وضع اليدين حذو الأذنين عند السجود. وحذو الاذنين عند الرفع في تكبيره الاحرام هكذا استناد بالنبي صلى الله عليه وسلم معناها كي تجي تسجد تحط يديك مع جنب اذنيك وكي تجي ترفع عند تكبيره الاحرام توصل يديك لاذنيك وان كان ماثورا عند النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو وصل يدي الى منكبي ووصل يدي الى فروع اذني حركه منا ولا منا كلها صحيح. ثم مقدار القراءه ذلك من الفضائل اللي انت تراعي قداش مقدار القراءه، خاطر في الصلوات مش كيما المقدار اللي تقرا به الركعه الاولى كيما تقرا به الركعه الثانيه. كيفاش؟ المقدار نتاع الركعه الاولى لازم يكون زايد شويه على المقدار اللي تقرا فيه الركعه الثانيه. مش تقعد تقيس انت بالضبط، اذا كان زاد شويه ناقص شويه ما فهمش حتى اشكال نحكي في المندوبات. كيف المقدار حسب الصلوات؟ خاطر نعرف ان الصبح اطول شويه، العشيه اقل، الظهر هكا طول ماذا بي. هاي. هذوما المقادير هذه كلها من المندوبات. ثم تقصير الجلسة الوسطى، اش معناها تقصير الجلسة الوسطى؟ اللي احنا كي نعملوا التشهد الأوسط، ما نقراو التشهد، كي نقراو التشهد في الجلسة الوسطى نعملوا الصلوات الإبراهيمية ولا لا؟ ما نعملوا الصلوات الإبراهيمية حتى يكون الجلسة الوسطى أقصر من الجلسة الأخيرة، نوليو في الجلسة الأخرى نعملوا التشهد معاه الصلوات الإبراهيمية، نعم. ثم مسألة أخرى بعد أن تعرضنا للفرائض والسنن والمندوبات، نتحدث الآن في مبحث مهم، هو مبحث معناها متعلق بالآداب كما قلت، مسألة مكروهات الصلاة. ولازم نفهم الرتبة، فما مبطلات الصلاة وفما مكروهات الصلاة. كما قلنا السنن والفضائل. السنن إذا تخلفت تعمل السجود القبل والبعد والفضائل لا يترتب عليها شيء. المكروهات نتاع الصلاة إذا معناها حصلت وقمت بها هل يترتب عليك شيء؟ لا شيء عليك ومكروه يكره كأن تفعل ذلك الشيء. وإحنا قلنا عند الأصوليين الحكم نتاع المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله مش كما الأحرام. الأحرام يثاب تاركه ويعاقب فاعله. كي تعمل حاجة محرمة تتعاقب وكي تتركها عندك الاجر. المكروه مش كيما الرتبه هكي اقل، تولي كيما تعملوش وتبعد عليه تبرعا وتبعد عليك المكروه هذاك معناها احتسابا لله عز وجل لك الاجر. واذا كان عملته ما عليك حتى شيء ما تعاقبش لاني مكروه. من مكروهات الصلاه ده ثم قاعده كليه تحكم فيها. قاعده كليه تحكم في مكروهات الصلاه اللي كل قول وكل عمل لم يثبت بدليل فهو مكروه لأنه تزيد في الشرع. أي قول
وكل قول أو فعل ورد النهي عنه ورد النهي عنه فهو مكروه. نقول النهي لنا مش النهي نتاع التحريم وإنما النهي الكراهة، لأنك تعمل عمل فيه نهي تحريم تولي عملت مبطل من مبطلات الصلاة. أما إذا كان عندنا دليل أنك النبي نهى على حاجة أي فعله مكروه، مثلا نعطيكم مثال باش تفهمون، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع عند السجود. الذي كدوش يقول لك حط يديك ما تحطش نهي 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 تحريم ولا نهي كراهة؟ كراهة. لماذا؟ لأن إذا قمت به صلاة صحيحة ولا باطل؟ صحيح. أو نهي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلم في الصلاة في غير ذكر الله. كما بين للصحابة الجليل وقت اللي اعتصوا قال الحمد لله سمع واحد اعتص قال رحمك الله. الآخر يصلي ما ردش عليه شرايله ولا تعارك. النبي صلى الله عليه وسلم فسر له قال له الصلاة هذه ما يجيش فيها الكلام خارج ما يجيش فيها الكلام راه. فكان ذكر وتسبيح ودعاء وكهو. لأنك يفسر النبي القاعدة هذه اللي ما يجيش فيها الكلام برا من الصلاة. ونهى النبي عن التكلم خارج الصلاة. كي أنت تتكلم وأنت تصلي. النهي هذا نهي كراهة ولا نهي تحريم؟ نهي كراهة. نهي تحريم. تكلم في غير الصلاة مبطل الصلاة. يعطيك الصحة. معناها أنت تصلي وتعدى واحد راني واقف يخسرني واقف. قال لي السلام عليكم شنو أحوالك؟ والله الحمد لله لاباس بارك الله فيك وانا نصلي يجيش نعمل الكلام هذا هذا يتسمى تكلم خارج الصلاة. يا سيدي نعطيكم حاجة أخرى، التكلم في القرآن في غير مع غير إمامك مثلا أنا نصلي قد راح نعرف مسألة الفتحة الإمام حين يخطئ الإمام جائز أن ترد ولا ترد وتصلح له فهمت حتى إشكال. أما تبع القرآن اللي تقرأ يعطيك صح. أما إذا كان أنا نصلي وفما واحد يقرأ في القرآن مع جنبي يصلي كيفي وغلط غلط في الآية وكلمته وأنا صلحت له صلاة باطلة. ليش؟ لأني سما تكلمت في خارج الصلاة اللي فيها وكل تكلم خارج الصلاة اللي أنت فيها تبطل الصلاة. لك علاش أنا كي نكلم الإمام نتاعي في خطأ قام به غلط هو قام في صلاة الرباعية قام الخامسة قلت له واني قمت الخامسة قمت لي خامسة زدت ركعة زدت ركعة نقول نقول له زدت ركعة السنة تكلمت خارج الصلاة ولا في الصلاة؟ الموضوع نتكلم فيه الصلاة صلحت الصلاة هكا جائز. أما إذا كان تكلمت في حاجة خارج الموضوع نتاع الصلاة الانتفاع فذلك مبطل للصلاة. فهمتوا كيفاش النهي نتاع النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون للكراهة وقد يكون للنهي للكراهة وقد يكون للحرمة. نعم. ثم أي فعل قلبي من شأنه أن يكون أجنبيا عن الصلاة أو من شأنه أن يؤثر على صلاتك فهو مكروه. مثال ذلك التفكر في حال الدنيا والاسترسال في الخواطر عند الصلاة هل هو مبطل للصلاة؟ مش مهم، لكني التي تسترسل معك الخواطر فيه وتقعد ما تجاهدش معناها لاني نفهم حاجه تسرح معاها وتعجبك الهدره تقعد تسرح وتخمم وتفرع وش باش تعمل وتبرمج ابليسي يستدرج فيه هذه خطوه الشيطان. اما اذا كانت فقت ولعنت ابليس ورجعت وحاولت تستحضر وجاهدت نفسك فانت ماجور. هذا الفرق خاطر انت الانسان ما ينجمش هو في صلاته يولي صلاة المخبتين الخاشعين اللي باش يحصل الخشوع من أول الركعة إلى آخرها وهو حاضر ومستحضر المعاني ومستحضر الآيات اللي يقرأ فيها. ما نجم يصليها. مسألة مش ما نجموش، احنا نجاهدوا وصلنا ولا ما وصلناش هكايا أمور أخرى. أنت مش مطالب بالوصول راه. هو اش قال لنا سيدي؟ أنت مطالب بالعمل. يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله. انوي وخذ الاسباب واللي باش يعمل ربي انا راضي به. فهمنا من المكروهات في الصلاه قولك بسم الله الرحمن الرحيم في بدايه الصلاه وهذا دليل هذا دليل قوي عند المالكيه لان نحن نعرف ان البسمله موجوده في مذاهب اخرى. الله اكبر تكبير الاحرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. إذا فما أدلة يتبعوها بعض المذاهب الأخرى.
أما بالنسبة للمالكية والمالكية الدليل نتاعهم قوي أقوى من المذاهب الأخرى. شنو الدليل اللي بناوا عليه اللي ما فهمش بسم الله الرحمن الرحيم بين تكبيرة الإحرام والفاتحة؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين. بلى الحديث القدسي كبدي صلى الصلاة أول آية بدي بها شنو؟ الحمد لله رب العالمين. كبدي الحمد لله رب العالمين لأن تنقض القول نتاع الشافعية اللي هم قالوا أن البسملة آية من آيات القرآن تقرأ وجوبا عند كل قراءة، خاطر يعتبروها آية من آيات الفاتحة. لكن احنا كان جات آية من آيات الفاتحة وسيدنا قال راه قال بسم الله الرحمن الرحيم. إذا المالكية عندهم الأصل هذا الحديث هذا يبنيوا عليه ذلك الحكم، إلى جانبه أن الصحابة صلوا صلوات جهرية بعد الرسول. يودي سيدنا أبو بكر مش صلى بعد الرسول، سيدنا أبو بكر النبي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، والنبي في الحجرة نتاعه وأبو بكر يصلي بالناس. كي صلى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بالصحابة فهموا اللي فما فاتحة فما بسملة ولا ما فهموش؟ فهموا الصحابة يعرفوا اللي فما بسملة ولا ما بسملوش. كي نقاو احنا رواية عن أبي بكر وعن عمر اللي هما كي يبداوا الصلاة يقولوا الله أكبر في تكبيرة الإحرام الحمد لله رب العالمين، شو اللي يقولوا؟ يقولوا الدليل الآخر متاع البسملة دليل ضعيف الأدلة هذه أقوى. الترجيح مش يجي ولا يولي لنا الأصل واغزر اغزر الرواية. قال ومن قال بذلك اللي هما المالكية تمسك ببعض الآثار عن الصحابة ومنها ما روي عن أنس بن مالك. أنس بن مالك هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال روي أن النبي وأبا بكر وعمر بن الخطاب كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. الله أكبر الحمد لله رب العالمين. لكن الآخرين يقولوا هم عندهم الدليل معتبر عندهم، رغم أن احنا رجحنا الأحاديث والروايات نتاع الصحابة، لكن اعتبارا للمخالف هذا تسمى مراعاة خلاف الفقه، اعتبارا للمخالف يقول لك مش معناها ما تبسملش، نجم تبسمل، فاش تبسمل؟ في النافلة. يجوز لك أن تبسمل في النافلة، معناها يجوز لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم في النافلة. ثم الاستعاذة هذه من مكروهات الصلاة، كما قلنا من مكروه بسم الله الرحمن الرحيم إذن فالاستعاذة قبل قراءة القرآن مكروهة. أنت مثلا تقرأ الحمد لله رب العالمين وبعد بتجي تقرأ السورة شكور تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك من الأمور المكروهة في الصلاة، لأن يعني بعد الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين إيش تعمل؟ تدخل مباشرة في السورة. نعم أي نعم. السجود على ثوب لأن فيه معنى الرفاهية ومدعاة إلى عدم الخشوع. شو السجود على ثوب أو على شيء خشن؟ نفس الحكم، معناها كي تجي تسجد أنت ماذا بيك تمكن جبهة من الأرض، ماذا بيك ما تسجدش على حاجة وثيرة وحاجة مرتفعة عالية. تجي تصلي على جبال. حاجه ماذا بيك حاجه يابسه مش تسمى هي ارض. كي تبدا عمامه هو قبل الحكم الفقهي موجود على العمام، وبعد احنا نقيسوه. العمامه يقول لك اذا كلفه ولا اثنين مش مشكله ما تسماش حاجه كبيره. اما يدير كور العمامه معناها دارت برشا ولات، معناها ما تخليش الجبهه نتاعك تتمكن من الارض. كان ولا يردوا بال، خاطر احنا هذا ركن من اركان الصلاه التي فرضيه من فرائض الصلاه التي تمكن الجبهة نتاعك من الأرض. كيف إذا كان عنده بني ولا عنده كبوس ولا عنده حاجة ماذا بيا هو يوصل الجبهة نتاعه ويرفع شوية يوصل الجبهة نتاعه. أما إذا كان هو موجود وزد عليه من مكروهات الصلاة. أما إذا كان حاجة غليظة وما تخليش الجبهة نتاعه تتمكن من الأرض يقول لك الوقت من مبطلات الصلاة. مش حاجة كبيرة، بس كتصلي به الكبوس حتى إذا كان ما طلعتوش باقي عندك جهه نتاع الجبهه نتاعك تنصلها، مش حاجز، مش كيما حاجه عريضه تقعد تخليك في ضاويه. فهمتني؟ الكبوس ما يخليكش في ضاويه. نعم. حمد شيء
وهو يصلي مكروهات الصلاة حمل شيء في فمه، لازمش تكون عنده حاجة في فمه أو في قمه، معناها ما لازمش تكون حاجة معناها كما نقولوا احنا تلاهية على الصلاة نتاعك، لأن ذلك يضيع لك الخشوع نتاعك. القراءة في الركوع والسجود، انتوا احنا كي بكري كي ذكرنا الفضائل، شكون في الركوع والسجود؟ شنو نعمل؟ التسبيح في الركوع والسجود من الفضائل نتاع الصلاة. إذا قراءة القرآن في الركوع والسجود تولي من مكروهات الصلاة. باهي، القراءة نتاع الركوع والسجود من مكروهات. إذا قريت لا شيء عليه، وإذا قريت بنية الدعاء اللي أنت قلت ربنا اغفر لنا مثلا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، قريتها على صيغة الدعاء. بنية الدعاء ما فهمش حتى إشكال. ولنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قمن ولا قمين؟ قمن أي حري أن يستجاب لكم. التي الموضع نتاع السجود تستغلوا ليش؟ تسبح الله سبحانه وتعالى ثم تدعو، لأن ذلك موضع معناها قمين أن يستجاب لك الدعاء. ثم من المكروهات العبث في الصلاة، العبث بالساعة، ربما ضربت إيدي ونعمل هيك ونعمل هيك، ولا العبث باللحية، العبث باللحية كذا من المكروهات، أو العبث بالثوب، وهذه ردوا بالنا منها، لأن من المكروهات، وإحنا نعرف كثرة الحركات مبطلة للصلاة، توا إنسان باش يصلي، باهي في الشتي، عنده سورية طويلة ولا واحد طويل، اثنان برنوس، اثنان وتوضا، بعد باش يصلي، الله أكبر ويولي يحل في السورية. تي ما وقف حل السورية وقف الأقفالي وركع أمورك وهبط السروال كانوا مثل كذا وبعد كبر مش خيرة نظم روحك نظم روحك وبعد كبر اه راجع الله اكبر وبعد تقل وهذه تراها انا دي ما نعملوها في الجامعة يكبر وبعد يولي يركع في اموره ولا مثلا يكبر وبعد يولي يعمل في الله يعمل هكا وينظم ويستوي فيه هكايا هكايا مش قبل مش بعد التكبير هكايا ماذا بيك يعملوا قبل التكبير يعني ولا حركات مش من الصلاة هكايا ليش حركات متعطى صلاح الصلاة ما تعتبر حركات خارجة عن الصلاة كثرت الحركات الخارجة عن الصلاة ولا ما حدا ما فيش مقدار محدود العرف يحكم ها كثرت الحركات من شأنها أن تبطل الصلاة العبث في الصلاة كالعبث باللاحية والساعة وفما عاد اللي يجبد البورتابل يعبث في الصلاة كما قال حتى الحد يجبد البورتابل يرشح الطلب وهكا ويرشح جيبه وكاي عاد مش كثر كثر لما وصوه كذا هذه من الافعال زاد لازم ردوا بالنا منها لقوله تعالى واحد في الجمعه يجب الدليل يخطبوا يجوا في الدليل مش لا يا ريت حاضرته برا في الجمعه تجيبوا نقص ويجيبوا اليوم تخلوني في الجمعه دوريد هكا يا مانا جاهل من الناس بالاحكام ما تعرفش اللي هو سهل سهل يعمل عمل يبطل به الصلاه نتاعو وما في بالي ساعات الامام يخطب ويكلم في صاحبه هو بطل جمعه كل جمعه صاحبه صوت اه يزمو رد طيب مش فاهمين ثم الناس مش فاهمين صاحبه اذا كان ما يستجيب مش مشكل اذا كان ما كلموش اذا كان ولا تهدر ولا حديث واحد ولا ما هذا ما استجابش ما يسالش مش تبطل الصلاة، لأن فوت على روحه من خاطر الصلاة هي الصلاة نتاع الجمعة، الركعتين نتاع الصلاة التي لا يجوز فيها الكلام، لأن معناها فوت على روحه أجر كبير، مش بطلت الصلاة. يتكلم عادي مش يتكلم عادي باقي ما فهمنيش، أنت قلت بطلت الصلاة، هو وقتها في الخطبة ماهوش في الصلاة. مش بطلت جمعته، فوت على روحه معناها أجر كبير ونقص على روحه أجر كبير. فهمتني؟ هو حتى الإمام على المنبر ما نجمش الكلام. ما خلاص اما مش مثلا تقول له انت تكلمت الركعتين مش تعملهم من بعد باطلين هكاش قصد تاني مش معناها ركعتين نتاعو باطلين لا هكوما ركعتين نتاع الصلاه في الخطبه عمل خطا جسيم لانه فوت على روحه اجر كبير لجهله اولا وثانيا لمثل هذه الافعال المنافيه لاداب المسجد
يعني المجد حتى في غير الصلاة، يعني مش نحكي على الصلاة، أنت داخل تنتظر في الصلاة ما عندكش الحق تتكلم، داخل المسجد ما عندكش الحق تتكلم في أمور دنيوية. وإذا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها، ويذكر فيها اسمه. وداخل أنت ما تحكي السلام وكذا وش عملت وبيع وشري، لا رد بال. أسيب. موجود صحيح برشا آداب، برشا آداب تفقدت في المساجد نتاعنا، وهذايا هذايا ينقص من الخشوع وما يخلق لك الجو يعاونك على الخشوع. هي الميضة عندها آداب مش المسجد. إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم المسجد فليأتي وعليه السكينة والوقار، يحكي في الخطى نتاعك للمسجد، يحكي كيف وأنت جاي للمسجد يحكي لك النبي، مازال ما دخلناش للميضة للمسجد. قال لك ما تجيش تجري. هذا ما تحكيش فيه. تميم واحد توضا ويتحدث على عبير موسي ما عجبه. الحق سيدي. يا سيدي الوصف. عبير ولا الالتفات في الصلاة بغير ضرورة، الإنسان التفت في صلاته فذلك من مكروهات الصلاة، أما إذا التفت وكان التفاته بأن استدبر القبلة. ردوا بالي، إذا استدبر القبلة تولي مبطل من مبطلات الصلاة. معناها ان انت تلفت لفتة صغيرة وبرا، ان انت تلفت لفتة وبرا صغيرة مش مشكلة، اكيد من المكروهات. اما اذا كان استدبرت وغادي تدور بعد الظاهر الى القبلة فذلك مبطل من مبطلات الصلاة. لحديث ابي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد. كي تحسن الوضوء وتحسن القيام وتكبر وكل، الله يقبل عليك في صلاتك، يقول لك لبيك عبدي، ويسمع قراءتك ويسمع دعائك والتضرع نتاعك. ما لم يلتفت، لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد ما لم يلتفت. فإذا التفت في صلاته انصرف الله عنه. طيب دي اللي باش تصلي له ماكش لاهي بيه، ماكش لاهي بيه، تحب ود لاهي بيه، ماشي تريبي، ينصرف عنك وتركك والصلاة نتاعك. كما يكره، هذه مسألة زاد كتبت منها، تغميض العينين في الصلاة. فما الناس يقول لك أنا نغمض عيناي عاوني على الخشوع. لكن الهيئة نتاع إنسان واقف قدام ربي يصلي وهو مغمض عينيه، أنا مغمض عينيه هي شكون هي؟ سرخ. كاين سرق، معناها هيئة نتاع واحد راقد قدام اللي خلقه، هكا علاش يولي لله من باب الكراهة أن تتغمض، حل عينيك، جاهد الوساوس والخواطر، لكن ما تغمضش العين نتاعك، فهمنا؟ قال: يكره تغميض العينين، وعندنا احنا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لم يظهر عنه أنه أغمض عينيه، ويستحب جعل البصر أين؟ في موضع السجود. قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. معناها يصلي ما عملك يخزن يتبعه الصلاة هذه، معناها وفما رواية أخرى معناها قال ذلك اختلاس من اختلاس الشيطان، ذلك اختلاس يختلس الشيطان من الصلاة نتاعك، اللي هو يلهيك بحوايج يخليك توصل لها وتضيع الماء وخرجك من الصلاة. ما يعاونكش على الخشوع. ما يعاونكش. تتهبط راسك يعاونك. كتقلل البصر نتاعك وتركز على حاجة معينة يعاونك هذاك على الخشوع، يعطيك صح. وكما قلنا وتبطل الصلاة بالتحول عن القبلة بالكلية، إذا كان مال ولا حاجة تقول الصلاة باطلة. المكروه الثامن من المكروهات التي ذكرناها تشبيك الأصابع وفرقعتها. تشبيك الأصابع كي يصلي شبك الأصابع نتاعو أو يفرقعها. إذا فرقع الأصابع أو شبكها ذلك من باب العبث مش من باب نتاع إنسان يحب يخشع بين يدي خالقه، فذلك من المكروه. لما روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه وقال، أو يوصف الصحابة إيش قال؟ قال له: إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان. شبكش أصابع. فإن أحدكم لا يزال في صلاته ما دام في المسجد حتى يخرج منه. وهذا
من هي يعني مش حاضر الصلاة، حتى في جلوسك في المسجد ولا حتى في جلوسك في الخطبة اللي انت من هي يعني تفرقع الأصابع نتاعك وانت في المسجد، تو كيقرا وكي يصلي وكي عليه فرض يجيب فيه وكي قاعد يسبح وانت جاي تكتك في وسطهم في صوابعك وانا بس هكايا تحس قاعد تعمل فيه ضوضاء تشوش بها على غيرك وقاعد تنقص على روحك في الأجر وقاعد ما تلتزمش بأداب المسجد. ريدوا هذا اش قالوا سيدنا؟ قالوا فإن أحدكم لا يزال في الصلاة، فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد، ما دامك في المسجد فأنت في صلاة. وقت السمكة ما الصلاة كي تخرج من المسجد وكانتظار الصلاة تعتبر أنت في صلاة. نعم. وسئل ابن عمر عن صلاة الرجل مشبكا أصابعه فقال تلك صلاة المغضوب عليهم. هو ابن عمر أنا سأعطيك حاجة خوف، خليك هذه صلاة نتاع المغضوب عليهم مش نتاع الناس اللي معناها تحب الصراط المستقيم وتحب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التخصر في الصلاة، التخصر في الصلاة أي وضع اليد في الخاصرة، واقف قارق معناها واقف قارق يحط يديه في الخاصرة وسط قامته لأنه فعل المتكبرين. فعل المتكبرين. ولما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. كي تصلي يا تصلي يديك لوطا هكايا الإرسال، يا تصلي بالقبض هكاكم هما الهيئات نتاع وضع اليدين. ما عندناش وضع اليدين في ما عندناش التشبيك، ما عندناش وضع اليدين في الخاصرة، ما عندناش تحط يديك وراك، ما عندنا حتى حركات أخرى لأن ذلك ليس من الآداب. الإقعاء، الإقعاء مكروه من هي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وش معناه الإقعاء؟ الإقعاء اللي هو كي يجلس يوقف صوابعه ويجلس عليهم، يوقف القدمين نتاعو، يوقف القدمين نتاعو ما يفرجهمش، يوقفه ويجلس عليهم. إقعاء كإقعاء الكلب قال النبي صلى الله عليه وسلم، بأن ينصب قدميه قائمتين ويجلس عليهما. قد احنا قلنا الهيئه، الهيئه المستعمله والهيئه الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يقايم وحده ويفرش الاخرى ويقعد على 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 الساق المفروش. اما يقومهم الصوص ويقعد عليهم فذلك مكروه من مكروهات الصلاه الا اللي عنده غضب، هذاك مش مشكل. تو هذه بعض المسائل ويقاس عليها غيرها، بعض المسائل التي تعتبر من مكروهات الصلاة. وقلنا أن مكروهات الصلاة تؤجر إن لم تفعلها، أما إن فعلتها فلا شيء عليه. لكن المسألة الأخيرة في الصلاة أن تأتي فعلا من مبتلات الصلاة. لك علاش مسألة مهمة لازمك تعرف هي الحوايج اللي تبطل لك الصلاة نتاعك. أولا تعمد النفخ، لأن هذيك علامة نتاع ضجر ونتاع قلق وأنت واقف قدام الله سبحانه وتعالى في تواضع وفي خشوع. اللي ينفخ يتأففوا والنفخ هذا عامدا. إذا عمل هيك بطلت صلاته، إذا عمل هيك بالصلاة بطلت صلاته، لأن فخ عامدا والعمد هكايا أصدر فيه صوتا والصوت كالكلام، والكلام اللي قاله هو في موضوع الصلاة أو خارجها، خارج الصلاة إذا بطل الصلاة، لأن النفخ يقاس على الكلام باهي. النفخ ساهيا هو سارع بالك بطل صلاة ما بطلتش، ما بطلتش. يلزم سجود قبلي سجود بعدي لأنه زاد من الصلاة ما ليس فيها. لكن الفرق اللي ينفخ عامدا في الصلاة بطلت الصلاة نتاعو، اللي ينفخ سهوا أو ناسيا فعليه سجود بعدي لأني عندنا القاعدة نتاع الزيادة نتاع مما لا زيادة شيء ليس في الصلاة كالكلام يستوجب سجودا بعديا. قال لأنه كالكلام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه النفخ في الصلاة كلام يقاس على الكلام. أما النفخ بالأنف فإنه لا يبطل الصلاة. ثم المبطل الثاني هو الكلام في الصلاة لغير إصلاحها. أما إن كان لإصلاح الصلاة كأن يقول لإمامه بقيت عليك ركعة،
أو يسأله الإمام. وقال سبحان الله الإمام غسل ساق، قال شنو شم؟ علاش؟ علاش؟ فيجيبه كل ذلك جائز لأن في موضوع إصلاح الصلاة. نعم، كأن يقول لإمامه بقيت عليك ركعة، أو يسأله الإمام عن شيء تركه فيجيبه فإنه لا يطلبه. لحديث معاذ بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وإحنا نعرف كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة غلط سلم في الركعة، في الركعة الثانية الصحابة إش قالوا باليدين؟ قالوا أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ جاء الواحد وقال في عذار مع صلى اثنين، إش قال النبي؟ قال أصحيح ما قاله باليدين؟ قالوا صحيح، ربما قال رك سلمت في الركعة الثانية. ولا النبي صلى الله عليه وسلم كمل الصلاة وعمل السجود بعد لأن زاد لفظ الصلاة في الركعة الثانية. لكن الوقت عرفنا احنا باش نصلي. هو يعلم فيهم وهو ربي يعمل لك الخطأ كان باش احنا نتعلموا باش نصلي. توا الأحكام الكل مبنية نتاع تصليح الصلاة ونتاع الساوي على أخطاء، على الأخطاء التي ارتكبت معناها، وكيف صلح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نتاعه. ما باش احنا نتعلموا. وهو أخشى واحد سيدنا صلى الله عليه وسلم قال أفهم، قال إني معناها أخشاكم لله. ما تلقاش واحد يخشع في صلاته قد سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكنه رغم اللي هو اخشع واحد في الصلاه، ها خاطر كي يكبر ويدخل الصلاه معناها عباره دخل الجنه، كل شيء قدامه راي العين. رغم ذلك اخطا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، هكذا باش يبين لنا احنا كيفاش. ايوه نعم. وإذا كان الكلام لإنقاذ نفس، لما دخلنا في باب الضرورة، مثلا يرى صبي قدامه في خطر ماشي الحفرة ولا حاجة مثلا، يكلم نحكي ولا مسألة الكلام على استثناء تاع يكلم ولا باه يكلم قول رد بالك رد بالك، كي يكلمه بطلت الصلاة ولا يبكي يجب كان ما كلموش تبطل الصلاة ويمشي منع الشخص من الخطر ويكلمه منعه من الخطر ويعيد الصلاة. فهمنا كيفاش؟ واحنا عندنا الصلاة هذه في مسألة الصلاة، إذا كان أنت في الصلاة وترى أطارئ فما خطر تقطع الصلاة، تقطعها الصلاة تمشي، يقول هم مثلوا بإنقاذ الغريق. يا صار حتى خاصة نسي في الديار، أنا سيت صغير بحذاه ماشي الكانون ماشي الحاجة، وهي تبدا تصلي تقص الصلاة. تقطع صحيح، تقطع الصلاة منه ولا هو يصلي وشم ريحة غاز مثلا، يقطع الصلاة وطول يمشي للغاز ويهوي الدار نتاعو، خاطر باش تصير شرارة صغيرة الدار كاملة مش فرقة، مش يقول هنكمل وتوك نكمل ولا لا، حينيا على البلاصة يلزمك الوقت يمشي يمنع الخطر هذاك. قص على ذلك أي خطر يجوز لك أن تقطع الصلاة. من المبطلات نعم سيدي في طرق الباب. نعم قلنا يرفع صوته بالتكبير، يجوز له أن يكمل صلاته ويرفع صوته بالتكبير بأن باش يعلن اللي هو في حالة صلاة ويخليه يستنى وبعد يولي يحل الباب، مش حاجة معناها هاي حاجة ضرورية جدا به. أما مش هو يصلي يدقدق الباب يقول شكون؟ أكيد بطلت الصلاة. أي قال شكون بطلت الصلاة؟ أي وي فلوس ولا حاجه من فلوس يقول شكون؟ فما برشا حوادث تصير خاصة اللي تصير هاي معناها لا معناها الواحد من كثر المشاكل الكل سنة ساعة ينسى اللي هو في الصلاة. ما هو كلا بعث ولده قال له جيب خبزة وبعد كبر وهو يصلي تخلي ولده بالخبزة قال له ولا بقية وهو يصلي معناها المسألة محيرته. وعندنا عادة عندنا الثغرة هذه معناها هو هي تصلي المرأة تصلي والراجل تخلي من الباب ما راهش تصلي ما تخلي من الباب قال لها روح تعشي ما هي باش تلف تقول السلام عليكم قال تكره عيشتي تكره عيشتي هي معروفة الحكاية هذه. إذا من مبطلات الصلاة، نعم سيدي،
اي قص قص ما 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 قص الصلاة وتسعى في هي أولوية قصوى نعم. ايش ما عرفتش الجلوس المكروه اللي قلت عليه شنو كيف هو اللي قطع ايوا شافك الصحابي صح هكا سما اللي قعد قد رجلك قد رجلك ها تقعد كيك ولا توقف رجل وتقعد على الاخرى توقف رجل وتقعد على الاخرى لا لا مش في الصلاة على ذلك كيما كيك هاني 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 جلس هاني جلس هاني هاك تنجم تجلس كيك وتنجم تنجم تولي رجل هذه اللي رجل اللي منا تقاومها توقفها لا توقفها توقف عليها ما توقف على الصوابع كيما كانت ايوا وحده هبط الرجال وهاكي هاني ريت هذه الجلسه هاكي الجلسه نتاع السنه اذا ما نجمتهاش تقعد في اي هيئه اخرى مش مشكل وقفت ساقيك رقبت ساقيك احنا نحكوا على المكروهات نتاع الصلاه تقول لان النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقعاد مثلا اذا كانت تنجم كان في البوستيون كان في الوضعيه دي فمش حتى اشكال كل واحد يشوف اللي هو ذلك باش يعاود روحه هذاك ايه نجم ما هو فما برشا اعتبارات فما برشا اعتبارات ايوه هكا في الاقعاد هي خطريه التواصل مش مكروه هي من هي عليها مكروه ايه في السجود مشاقة هكا في السجود في السجود هكاك لكن تقوم من السجود تبدل الوضعيه نتاع صديق صحيح فما برشا اعتبارات فما برشا اعتبارات لعدم الاتيان بمثل هذه الجلسات الجلسه من هي عليها الانسان يعاود روحه باش ما يقعدش على ما هو ساعه اصبر فما برشا اعتبارات اولا الماكله ما عادش قله الحركه ما عادش ولات الركيبه ضعيفه ولات معناها كي برشا امور تاثر حتى على هيئه نتاع الصلاه نتاعنا معناها ما قبل الحركه والبركه والماكله الصحيه مش يقعد لك يحط لك حتى رجله فوق رقبته مش يقعد لك يقعد برا خاطر يبدا البدن معناها مخدوم البدن جواد وك الفلاحه تعرف واش الفلاحه تخدم البدن معناها اما توا لا على حاجه والبدن رزين خاطر ياكل مش صح والبدن رزين على الركاب الركاب تتقلق والرتروز وبعد تقول له انت يثني واعمل وكذا ما ينجمش الاكثريه واللي يصلي معناها في اي وضعيه تريحه هو يعطيك الصح وما ننساش ان احنا قاعدين نحكيو في المكروهات وفي المندوبات معناها المسائل هذه ما عندهاش دخل في ابطال الصلاه نعم التخلف نتاعها ما بطلش الصلاه ما موش اشكال عندنا حاجه اخرى من مبطلات الصلاه ده مدافعه الاخبثين مدافعه الاخبثين الانسان يقول لي تو مش مخصص في الشتي يقول لي مش نقعد نتوضا تو يمشي يصلي وهو محسوب صلاة من يصارع الأخبثين إذا كان صارع الأخبثين في صلاته صلاته باطلة وخاصة إذا كان الحقن نتاعو شديد معناها عنده حالة كبيرة نتاع احتقان نتاع بول الكل وهو غسل روحه ويتغسل ويعمل هيك وما يحبش يمشي يتوضا يشطح في وسط الصلاة أوكي الصلاة نتاعو خشوع وشو القيمة من الله سبحانه وتعالى فك الوضعية هذه لك علاش هذا دليل حديث عائشة قالت سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام خاصة تبدا جيعان وتحط العشاء قدامك تعشى وقوم صلي لأن ذاك يعاونك ها إذا عندك النوم زاد ولا هو يدافعه الأخبثان يدافع المكلفة الأخبثان معناه إذا كان البول والغائط يدافع فيك مش مخلينك مرتاح ما تنجمش تصلي وأنت تدافعه الأخبثين هذه من مبطلات الصلاة المسألة أيه. أنا مش إذا كان ولا يسهل في الصلاة والنوم نتاعو كل احنا مش حتى في الصلاة نقول حتى مبطلات الوضوء النوم النوم كان النوم الثقيل من مبطلات الوضوء نعم مسألة أخرى من مبطلات الصلاة الحدث أثناء الصلاة وهو خروج شيء من القبل او الدبر اثناء الصلاه خاطر احنا توا برشا مثلا يحس بحاجه ويقول لا توا مش نقعد نخرج يقول لي كمل صلاتي كان بالك راهي الصلاه باطل وانا ارتكبت محرم التي صليت بغير وضوء اذا تيقنت تقطع الصلاه يهمك في حاجه ما تغضبش الخالق بمرضات المخلوقين فيهاش الحكايه معناها حياه ولا حاجه لنا
تخرج تمشي تتوضا وتعيش. نخرج من الصف واعي. تخرج من الصف ولنا ما تقولش ما عيش لنا في الموضوع هذا. لا. هذه من المواضع خاطر احنا تكلمنا على الحياه والحشمه خصصنا خطبه للموضوع هذا. اما فما مواضع ما يلزمكش تكون فيها انت حي وعايش. كيما مثلا انت باش تسال على دين. لا يجب ان يمنعك الحياه من التفقه والتعلم في الدين. والذي قالت عائشه رحمه الله نساء الانصار لم يمنحن الحياه من التفقه في الدين. اذا فما امور ومواضع ما يلزمكش تكون فيها حي. هذه موضع من المواضع هذه التي اذا كان شنو باش تقعد تصلي انت من غير وضوء. وانت حسيت وتاكدت ان انت خرجت حاجه من قبلها والدبر. ماشي. اسمع. ما صلت. كان المفتاح نتاعها فوق الطاولة. تخرج تمشي تتوضا وترجع تصلي. مسألة عادية وما فيها حتى إحراج. إذا صليت لو يمشي الصف الأول ويخرج ويقطع الصوم. يقطع الصوم، ما عندوش سترة هو، لأن السترة هي الإمام. اللي هو يشق على مصلي مأموم ما يسميش شق عليه راهو. لأن المأموم السترة نتاعو هو الإمام، ينجم يشق الصفوف ويخرج عادي. ويطلب الإذن باش يبعد شوية ويخرج ويمشي يتوضا وعادي جدا. وإحنا هنا عندنا ما عندناش إشكال هذا، لأن كل الصفوفة أحداها البيبان معناها. في أي صف تنجم تخرج من غير ما تعمل حرج. إحنا اللي يبعثوه باش يقايل شكون صلى وشكون ما صلاش، يدخل بلا وضوء مثلا. ما هي مثلا. مسألة أخرى يعني. ولا واحد من بيت زاد البارح. يا سيدي. الحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم شكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه. لان عندنا علاش قلت بدري كان يتيقن؟ لان التخيلات ما تقطعلكش الصلاه. تخيل. علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحه. يلزم فما حاجه ودليل يتاكد به اللي هو احدث. اذا موش متاكد اللي هو احدث يواصل صلاته. نعم. واما الشك في حدوث الناقض هذه قريناها في فرائض الوضوء. حدوث الناقض اثناء الصلاه هل يستمر او يقطع الصلاه؟ لا يقطع وانما يستمر. لان لنا الشك نتاعو جاء ما هو شك اللي هو احدث داخل الصلاه فلم يتاكد بدليل اللي هو احدث. كانش النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يسمع صوتا او يجد ريحا. ما كانش لا ينصرف. اكاي يولي لنا يستمر يكمل في الصلاه نتاعو. مثلا من المبتلات ايضا اش قلت يا سيدي اش تسمي؟ سمحني تو بدي تحكي على قصه الصغيره. مثلا واحد بوه برح عليه ولا امه برح عليه. وهو يصلي. يقولوا كي تبرح عليك المرة الثانية لازم تقطع الصلاة وتمشي لربك. اي يقولوا كذا هو تو انت. اي هو معناها ما هو لنا شنو هو. ما هو البو بطبيعة كيف كيف. اي ما احنا عندنا في الحديث نتاع جريج هكذا وهو في الصلاة وهو برحت عليه. اما انت تو كي تسمي انت في صلاة وهي القضية مش أكيدة مش مشكلة معناها. مش مشكلة. كان تبدا المرة مقعدة مثلا. اي في الوقت اللي حاجة ضرورية. هكا يقطع صلاة. معناها احنا كي نجي نحكيو على قطعان الصلاة. يلزم حاجة ضرورة. هاي حاجة قوية مش هكا. ما هو هذا كيما نسأل هكا وقت يسأل واحد في الشيخ قال له يا شيخ أنا نصلي ومعناها شك فيا كلب معناها نقص الصلاة ولا نكمل صلاتي. قال له كان شديت الوضوء كمل صلاتي. هاي معناها هذه هي الوضعية الحكم هذه هي الوضعية. سامحني بالله تو بالنسبه للي يبدا يصلي بعد بعد ما يركب كي يجي يوسف يهبط على كيبو ما يهبطش على يديه مش مكروه هذيك اللي مش مشكله. اما احنا بالنسبه للملكيه الورود لما هي عليه تقوم على الكيبه وتهبط على الكيبه ما يهبطش على يديه وهذا من الحوايج اللي تقلق الركيب. ايوه اللي هو يركز الركيب وبعد يخلط بيديه اكيد من الحوايج اللي عندها تاثير حتى على صحه من بعد هكايا اثر حتى على الركيب على بعض. احنا في الملكيه هكايا هو المقصود بالبروك خاطر يختلف المذاهب. فما شكون يعتبر البروك تسبيق لدين يقول لك نهبط الركاب وفما اللي يعتبر البروك اللي هو الهبطان بالركاب يسبق لدين. بالنسبه للمالكيه نعتبر البروك هو تسبيق الركاب.
اذا نصدقوا دينه وبعد ناخذوا بالكامل، وهذاك هو اللي يمشي اكثر مع الصحه نتاع الركاز. ساعات تلقى امام ويسمى خرجتي. اي هذا قلت لك انا الخلاف. بالنسبه للهيئه نتاع الملكين بروق لمن هي عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفهموه حديث ابي هريره، لان النبي صلى الله عليه وسلم عن بروق كبروق الجملي اللي تسبيق الركاب. هكا علاش احنا كي نجي نصليو نصدقوا ديننا وكي نجي نقوموا نقوموا بدين قبل. هكا هو المقصود. نعم. من المبطلات نتاع الصلاه ايضا زياده مثل عدد الصلوات. احنا نعرفوا بالنسبه لل السهل كي تبدا تسهل كي تزيد انت في عدد الركعات سهوا ذلك جائز، ولا انت الزياده هكا بالصلاح ما يقولون بالسجود قبل ولا بعد؟ بعد يعطيك الصحه بالسجود بعد لانك زدت مثلا انا نصلي في الصبح قداش يوم ركعتي في الصبح؟ ركعتي اه ركعتي نقوم الثقفين ثم اللي يسالوهم يقولوا قداش فيها ما عرفش باهي فيها ركعتي انا سيت قمت الثالثه شنو نعمل؟ نرجع نعمل سجود بعد سهل العمليه. أنا تماديت في السهو وصليت هالركعتية وبعد قول جبت ركعة أخرى من بعد قداش ولاو؟ زيادة عدد مثل الركعات مبطل من مبطلات الصلاة أكيد يلزمك ما فيهاش تصليح ما فيهاش تصليح يلزمك تمشي تعاودها الصلاة ما دامك زدت مثل عدد الركعات نتاع الصلاة يلزمك تعاودها الصلاة. كما مثلا انت تصلي في رباعية قداش تزيد باش تبطل الصلاة؟ 8 زيد 4 إذا صليت 8 ركعات مع الصلاح بالسجود البعدي تولى الصلاة باطلة. نعم. من مبطلات الصلاة أيضا إلى جانب زيادة مثل عدد الركعات سهوا القهقهة. إذا إنسان قهقه في الصلاة فذلك مبطل سواء عمدا او غلبة او نسيانا او سهوا ولا اللي تحب انت. ما دام قهقه بطلت الصلاه. اسمع حتى حاجه ولا راى حاجه وضحك واصدر صوت فقط. القهقه هي الضحك بصوت. فما فرق ما بين الضحك معناها التي تتبسم والضحك التي تقهقه او تصدر صوتا. اذا قهقات واصدرت صوت فالصلاة باطلة. نعم لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة الكشر اللي انت تعمل هيك كما نقولوا احنا تعمل تبسم ولا تعمل كما نقولوا احنا تشكل في وجهك مش مشكلة ولكن تقطعها القهقه. القهقه في الصلاة تقطع الصلاة وعندنا دليل احنا مروي في المدونة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة كانوا يصليوا وراه ذا ظاهر مش في المسجد خارج المسجد وقال كان يصلي وراه ثم راجل ضعيف البصر جاي نظر ضعيف جاي وقدامه حفره وهو جاي في ثنيته ثم حفره الصحابه صليوا مع النبي وقعدوا مركزين معاه يتبعوا فيه يتبعوا فيه يتبعوا فيه هاوجي 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 وهو نظر ضعيف وما راجل وقرب 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 وهو بجي وسط الحفره كي يجي وسط الحفره فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا امرهم امرهم باعاده الصلاه وامرهم باعاده الوضوء اصلا امرهم باعاده الوضوء لكن احنا القهقه لا تبطل الوضوء كما يقول ابو حنيفه حتى ولو مأموم معناه في الصلاه جماعه ايه جماعه ولا فرد قهقه تبطل الصلاه ما تبطلش الوضوء الحديث هذاك الحديث هذاك عنده حديث خاصه عن الملكي نعم مثال آخر من مبطلات الصلاة الأكل والشرب عمدا كلي حاجة عمدا تولي تبطل الصلاة أما إن أكل سهوا أو ناسيا هل تبطل الصلاة؟ نسيه كلي حاجة في يده ولا عنده حاجة في جيبه هكا حاطها في فمه ولا حاجة في فمه بلعها حاجة في فمه بلعها نساها ولا حاجة إيه تبطل صلاته فما فرق ما بين العمد ما بين السهو فرق اذا كان سهو لا تبطل الصلاه واذا كان الاكل معناها اي اكليه ولا
شرب يولي يعمل سجود بعد لان عمل حركه زايده عن الصلاه سي سبحان الله فهمت ام اذا كان عملها عمدا فالصلاه باطله وتعاد. الافعال الكثيره من مبطلات الصلاه الافعال الكثيره ونبهنا على المساله هذه اللي هو مثلا يصلح نداءه يحك جسده يعبث بلحيته يتنحنح ريت الحركات هذه عمل هيك عمل هيك الحركات هذه كي ولات خرجت على المعهود وخرجت على الحركات العاديه ولات حاجه زائده هذاك الوقت ولات تبطل الصلاه لان تخالف الهيئه نتاع الصلاه نتاع هو من اهدافه هذه ذكرها حتى بعض الفقهاء وذكرها حتى شيخ الجامع اللي انت تركع اللي انت تعمل القبضه اللي انت تعمل القبضه باش تذكر روحك اللي انت ما لازمك تعمل حتى حركه قبل في الصلاه باش انت تتذكر اللي انت ما لازمك تعمل حتى حركه كتف يديك ما تعمل حتى شيء معناه واحد الاستاذ باش يعمل التلميذ يقول كتف يديك كتف يديك ما تعمل شيء هذه القبضه هذاك اما اللي يرسل هون فيها المساله وما عنده حتى اشكال ان الحركات الكثيره تبطل الصلاه وهو في حد ذاته معناها في الصلاه نتاعو مركز وخاشع وردد باله من هذه الحركات هذه من مبطلات الصلاه مبطل اخر من مبطلات الصلاه تذكر الفوائد وان كنت في صلاه ايش معناها تذكر الفوائد ان انت وهذه يلزمنا نفهموها مساله الفوائد هل هي يسيره او غير يسيره هل هي يسيره او كثيره لان عندنا حكم في المالكيه خاص بالمالكيه اللي انت تصلي في فرض وتذكرت عليك فرض قبل شو لازمك تعمل؟ تقطع الصلاه نتاع الفرض هكا وتجيب الفرض لان يلزم نتفاهموا هل الفوائد هذه اللي عليك متعلقه بالذمه نتاعك خاطر انت تعرف اذا صليت ما صليتهاش قعدت في رقم ما تقولش انا عاود نحسب من جديد اي صلاه ما صليتهاش لعذر تقعد في رقبتك وتقعد مشغول الذمه نتاعك حتى تاتي بها دينك هي في رقبتك علاش نلقاو احنا الفتوى على الانسان الذي بلغ الحلم ولم يصلي بلغ 18 وما صلاش وبعد ولا يصلي عمره 25 مثلا ريدهم سبع سنين هما يقول لك فرض عليه يجب يرد قل له كيفاش يرد قل لك ينوي وكل مره يصلي فرض والله والنيات ايش معناه معناه نهار يصلي مغرب يقول يا ربي باش نصلي مغرب اخر نقصوا على كل عملت قبل يصلي عشيه يصلي تخلي الجامع على بكري يصلي مغرب وعشيه في اي وقت فرض يصلي وراه فرض ينجم مش بشرطه ينجم حتى يصلي نص فروض في وقت وينجم كل نهار يصلي معايا نهار وينجم كل نهار يصلي معايا خمس ايام مش مشكله المشكله هنا المساله مفتوحه وهو يرجع فرض الفرض بتاعه وفما القول الاخر اللي يقول لك المساله هذه مساله التوبه والتوبه هذيك معناها يكثر من النوافل ويكثر من الاستغفار والذائب من الذنب كما لا ذنب له لكن الفتوى واللي افتاها هذه محمد طاهر بن عاشور وما ادراك محمد طاهر بن عاشور يقول لك يرد وينوي الرزدان وهنا هو اللي يعلو ربي ربي عارف علي هذه مساله خلينا كمان نفكر سامحني انت لان مساله الفوائد عندنا المالكيه لعدد قالوا أربعة ولكن المشهور واللي قال الإمام المزري هو خمسة صلوات. إذا كان العدد نتاع الفوائد وصل للخمسة صلوات ما تقطعش الصلاة نتاعك. إذا العدد أقل من خمسة صلوات ما عادش تنجم تجيب الحاضرة. شنو أقصد؟ نقول الصلاة الحاضرة. اللي تخلي وقتها وأنت مطالب بها. ما عادش تنجم تجيب الصلاة الحاضرة الا لما تجيبك الاربع صلوات اللي قبل لك اريد الفرق معناها اني مثلا كيما سالني بك واحد بالتليفون مشي للبحر ومشي للبحر وانت ماشي للبحر انت مو قدر ربي هز شرط طويل عم فيه منك تعوم منك تنجم الصلاه هو مشي بعد العصر وما عندوش شرط طويل
مشيت في شرط تقصير وقعدت صغير في البحر اللي الروح مصلي تعب كما قلت بشوف يطيح ما صليش قداش ما صليت هذو زوق اللي هما المغرب والعشاء قام هو قبل الشروق بطريف كيف هذا بالضبط قام هو قبل الشروق بطريف شي عمله شروق قبل الشروق الشمس باش تشرق يصلي الصبح بعد يعاود يجيب المغرب والعشاء المغرب والعشاء ها الصبح لا يجيب المغرب والعشاء وبعد يجيب الصبح وان سيخرج الوقت نتاع صلاه الصبح بالترتيب مش نحكيو على الوتر نحكيو على الفرائض احنا نحكيو على الفرائض ما نعملش الوتر نحكيو على الفرائض مش من وتر لما نحكيو على الفرائض اذا ما دام ما فاتوش الخمسه محكوم بالقاعده هذه اللي هو يجيبه وبعد يجيب الصلاه الحاضره مثلا انسان مشي مثلا السفر لبلاصه بعيده وتشد ما قاش باش يتوضا ولا كذا وما معناها تشد في خدمه ولا حاجه وخلى اربع صلوات خلى خمسه صلوات ما صلاش النهار كامل من طلع قبل الصبح اللي روح مصلي له مخا ما صليش خلى خمسه صلوات اولا ما نجمش يقول اني هاو نقعد باش نصلي باش يبني فيه النهار كامل نهار كامل في رقبه الساعه يلزم يرد خمسه صلوات يلزم يرد كيش يرد هو يعطيك الصحة يولي كل صلاة يجيب معاها صلاة مساج يجيب جديدة ويجيب ويجيب معاها ينجم هذه معناها احنا هي علاش جات الرسالة هذه خمسة صلوات اللي هو مش عمل 17 ركعة فرد وقت ويبدا يجيب عشية ويبدا يجيب مغرب وعشية وهذه راهي مشكلة كبيرة هذه مسألة الفوائد راهي مشكلة كبيرة وتخلي برشا ناس تبطل من الصلاة نتاعهم خاطر يتلموا له ويتلموا له كل نهار وعندنا احنا الرخص عندنا الرخص وعندنا الأوقات نتاع الصلوات إذا كانت علمت الأوقات نتاع الصلوات معناتها عندك إشكال راه اللي تنجم تعمل جمع التقديم تنجم تعمل جمع التأخير بالنسبة للظهر والمغرب الظهر والعصر وبالنسبة للمغرب والعشية وتعرف عن الوقت نتاع الصلاة عندها الوقت الاختياري نتاعها وإذا كان أنت صاحب عذر ربي يعطيك الوقت الإضافي تو بالنسبة لصلاة المغرب الوقت نتاعها الاختياري هو مقدار اللي تتحصل الطهارة وتصليها معناها ربع ساعة بعد ذلك والوقت الضروري نتاعها من بعد صلاة المغرب حتى لصلاة الفجر تنجم تجيبها أكان الكل داخل في الوقت الضروري إذا كنت صاحب عذر مش مشكلة تصلي في هذا الوقت الضروري كيفاش ربي يعطينا الترخيص وعطينا الاوقات الضروريه باش ما نقعدوش نلموا فوق الصلوات على بعضها ونوليو نعبدوا فراي في ربي بقلق وبحرج ونوليو نبطلوا الصلاه لان الانسان يلزم يرد باله من المساله هذه راهي اهم الاشياء المحافظه على مواقيت الصلاه اكيد المحافظه على مواقيت الصلاه كما قلت حتى بكري في الخطبه لكن الانسان فاهم المساله هذه وجابها في وقتها واحسن الوضوء نتاعها ومعناها وتعنى لها وجي بكري شويه وقعد وحاول يحصل لك الخشوع فيها تطلع الى الله سبحانه وتعالى في نور وتقعد تستغفر تحت العرش كما ورد في الاثار حتى لين تجي الصلاه الاخرى اما اذا كان جات مزال الوضوء نتاعو مزال وهي مش في وقتها وكما نقولوا احنا برقلها كيف اني اصبر كيف اني القربة الى الله سبحانه تطلع معناها تصعد الى الله سبحانه وتعالى في ظلمه في ظلمة أما خير تطلع الصلاة نتاعك في نور وبهاء وجيت تحت العرش تقعد تستغفر لك نجي الصلاة الأخرى ولا تطلع الصلاة نتاعك في ظلمة هذا يوريك اللي مسألة المحافظة على مواقيت الصلاة عندها تأثير كبير ياسر أولا في الأجر نتاعك وفي العبادة نتاعك وعندها زادة مسألة كبيرة ياسر في السلوكيات نتاعك وفي الواقع المعيشي نتاعك اللي هي الصلاة تردك إنسان النظر تولي تعدل لك الحياة نتاعك الكل وتولي مواقيتك الكل مضبوطة على تلك الصلاة وكي يولي من باب النظام إذا من ذكر خمس صلوات فوائد فما أقل تبطل الصلاة
الحاضرة تبطل الصلاة، معناها يقطع الصلاة ويمشي يجيب الفوائد بتاعه باش ينجم يجيب الصلاة الحاضرة. ثم لو ترك بعض الصلاة وطال الزمن ثم تذكره، مثلا أعطيكم مثال، حكينا عن المثال هذا في تصليح الصلاة في السجود القبل والبعد. توا إنسان ما يعرفش يصلي وحده في صلاة الصبح، ما عملش سجود، ما عملش دعاء القنوت، تترتبش عليه حاجة، ما تترتبش عليه حاجة، لكنه هو غلط عمل سجود قبلي. اسمع أنت، إذا كان نقصت حاجة عمل سجود قبلي، عمل سجود قبلي. إذا كان عمل سجود قبلي يلزم يديك بعد السلام شو يعمل؟ يعمل سجود بعد، لماذا؟ لأنه زاد. باهي فهمت، هنا فهمت اللي هو زاد حاجة، وقت اللي سلم قال أه أنا عملت سجود قبلي والقنوت هو فضيلة مش فرض، الله أكبر، تصلح الصلاة ولا ما تصلحش؟ باهي، إذا ما عملش تبطل الصلاة. هو يخدم مع البكر عليه، قال توك نروح نصليها، مش يخدم انا نروح. صلاتك كيف هي باطلة، قعدت في هند ولزم يجيبها. باهي، أسيدي روح الظهر، قام يصلي. وهو يصلي في الظهر، قال حتى أنا ماني في الصباح عملت لك الحكاية نتاع السجود القبلي والبعدي، شو يعمل أنا؟ يقطع الصلاة نتاعه ويجيب صلاة الصبح. تبدو كيفاش لازم يقطعها الصلاة وقتها، لأن تذكر اللي عنده صلاة مفروضة ما جابهاش، يجيبها وبعد شو يعمل؟ يولي يعاود الظهر. هذه من مبطلات الصلاة. ثم من مبطلات الصلاة ذكر ثلاث سنن تركها وقد طال ما بين الصلاة التي تذكر فيها السجود القبلي والصلاة التي هو فيها، فتبطل الصلاة الثانية والأولى. احنا قلنا كي قسمنا السنن في الصلاة، قلنا فما سنن مؤكدة وسنن خفيفة. السنن المؤكدة كما قراءة سورة الفاتحة، كما التشهد، كسورة بعد الفاتحة، كما قراءة سورة بعد الفاتحة. خاطر الفاتحة شنو حكمها؟ فرض ما فيهاش. إذا كان هو ما قراش الفاتحة، خلطوه قرا سورة. لا مش لازم، مش بطلت الركعة. ركعة فاتحة ما قراش الفاتحة. أي كيفاش؟ قراها كل باش يصلحها. فما حاجة غايبة عليكم توا. فما حاجة غايبة عليكم ما تبطلش الصلاة. نورمال في الأصل تسألني. غازي محمد شنو قولك؟ ردوا فيه النقطة، هل يتذكر قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ إذا طلع من الركوع بطلت الركعة، أم إذا تذكر قبل الركوع شو اسمه يعمل؟ يجيبها ويعمل سجود بعدها. ردوا كيفاش؟ فما حاجة تفرق راهو قبل الركوع، كيقول سمع الله لمن حمده، وهذا هو المقياس اللي أنت تعرف به خلط الركعة مع الإمام ولا ما خلطش كده مسبوق. اي خلط على الجماعه ولا اذا كان اللي بنقى سمع الله لمن حمده ما خلطش عليها الركعه. اما اذا كان خلطت عليها ركعه وقلت معايا سمع الله لمن حمده، والعبره بالامام مش بالمصلي، معناها يقول هو سمع الله لمن حمده وانت خلطت على المامومين ركعين فاتتك الركعه، لان العبره بما يفعله الامام. هكذا هو التنبيه، لان كما قال سي محمد هكذا هو الجواب، ان انت تنظر هل السهو نتاعك في قراءه الفاتحه حدث قبل قيامك من الركوع أو بعد الركوع. إذا كان حدث قبل قيامك من الركوع تتدارك الركعة، هذا مش حتى في الفتحة، حتى في الركوع في حد ذاته كي تنساه، حتى في السجود كي تنسى السجدة. طبعا نصلي قلت الفتحة وصورة وركعت، بعد قلت سمع الله لمن حمده، بعد هبطت سجد، عملت سجدة برك وقمت، خلصنا عمل سجدتين، قمت طول. ترى الصورة هذه جاوبونا عليها، في عوض ما يعمل سجدين عمل سجدة برك وقانطو، وهو يقرأ في الفاتحة تذكر اللي عمل سجدة برك. أحسنت، ردوا بالكم، لأني السجدة فرض والجلوس بين السجدتين فرض،
نفهموها. الجلوس في التشهد هذا هي سنة، أما التي تجلس بين السجدتين ذلك فرض. إذا كانت غلط قم الطول، معناها قمت به الجلوس ولا ما قمتش؟ ما قمتش به. التي من السجود قم الطول. تولي كي ترجع ما ترجعش للسجود يسمى نقصك قاعدين. ترجع تقعد الله أكبر وبعد الله أكبر تسجد. باهي. إذا كان نسجد السجدة الأولى بعد قمت في عمر ما نسجد السجدة الثانية قمت. هي نفس الصورة نسيت سجدة لكن الصورة الأولى ما قعدتش بين السجدتين والصورة الثانية قعدت بين السجدتين. كي أنا قعدت بين السجدتين قلت الله أكبر جد قعدت في عمر ما رجع أقول الله أكبر مجد قمت سارة أني نقرا في الفاتحة وتذكرت أنني مسجد السجدة إيش نعمل؟ طيب تسجد ولا ترجع تقعد؟ طيب تسجد طول لماذا؟ لأنك قعدتها قعدت أيضا الفرقة إذا القعدة قعدتها ما فهمش حتى إشكال أم إذا ما قعدتهاش لازمك تجيبها الإنسان هذايا قام وبعد تذكر في الفاتحة اللي هو ما جلسش وما سجدش رجع قعد وسجد الركعة كي صحيحة يعمل السجود بعدي ولا ركعة كي باطلة؟ صحيحة ويعمل السجود البعدي لماذا؟ لأن تذكر قبل ما يقول سمع الله لمن حمده ويقوم الركوع باين سجد سجدة برك وقمت وكملت الصلاة نتاعي وقريت الفاتحة والسورة في الركعة الثانية وركعت وقلت سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد الركعة الأولى نسيت سجدة تتلغى الركعة هي اللي هو فيها هو اللي هي الأولى ولا يولي يجيب ركعة من بعد ويعمل سجود بعدي للحركات التي قام بها ريتو كيفاش معناها القاعدة اللي تحكم فينا وهذه قلناها وقلنا قرينا الفرائض نتاع الصلاة اللي إذا كان غلط في الفرض من فرائض الصلاة ما تصلحش الصلاة إلا ما تجيبه وكي تجيبه تولي تعمل سجود بعدي لأن فما حركات زايدة عملتها أما إذا كان غلط في سنة تولي تعمل سجود بعدي ولا قبلي بعدي ولا قبلي هذا الصح إذا ناقص وإذا كان غلط في سنة خفيفة لا شيء عادي إذا كان السنة الخفيفة تجاوزت الثلاثة ولا الثلاثة تعمل سجود قبلي ولا بعد باهي توا آني ما نقول الحق نقول الله أكبر تسمى تكبيرات الانتقال وكي الحكم نتاعها هي سنة خفيفة ما عندكش الحق تترك أكثر من ثلاثة تكبيرات أنا سيدي أدركت التكبيرات الكل قاعد نتحرك وبرا لا لازمك تصلحها بس صلحها قبلي ولا بعد قبل خاطرك نقصت خاطرك نقصت باهي اني مو عليا سجود قبلي ما عملتوش نجم تعمل سجود بعد وقت اللي سلمت تولي تعمل سجود بعد خاطر نجم تدارك السجود القبلي بعد السلام استدرك القبلية ولو بعد السلام واستدرك البعدية ولو من بعد عاد باهي إذا علي سجود قبلي باش نتاركوا بالسجود البعد باش تتصلح الصلاة الثلاثة سنن هكوما ما عملتهمش وعلي سجود قبلي وبعد قلت تو بعد ما نتشاهد نعمل السجود البعد وما عملتش وخرجت من الجامع شنو حكم الصلاة؟ تبطل الصلاة ولا نجم نجيب سجود بعد من بعد؟ تبطل الصلاة خاطر خرجت من الجامع يعطيكم الصحة تبطل الصلاة لماذا؟ لأن تعلق بذمتك سجود بعدي سجود قبلي والسجود القبلي ما تنجم تصلحه كان مباشرة بعد الصلاة إذا فت الوقت هذاك ما عادش تصلح أنا هو اللي تنجم تصلحه من بعد إذا عندك زيادة والمسألة هذه أنا ذكرتها المرة الأخرى كنت أتذكرها مسألة فما زيادة مقبولة أن أنت كي تزيد الصورة تغلط تزيد صورة هذه استثناء من القاعدة تسمى استثناء أن أنت كي تزيد صورة في الركعة الثالثة ولا في الركعة الرابعة احنا القاعدة شنو هي القاعدة؟ لأني كنزيد سنة مؤكدة نعمل سجود بعد أم إذا كان زدت قراءة سورة في الركعة الثالثة ولا الرابعة تسمى زيادة في السنة مؤكدة زيادة وفي الأصل في تطبيق القاعدة تقول لي هذه تسمى سجود بعد
لكن هذه مستثنات لوجود الدليل. عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قرأ في الركعة الثالثة والركعة الرابعة شيئا من القرآن. الحديث هذا يخلي الصورة هذه مستثنات من القاعدة. تقول لي أنت والله غلط، جيت في الركعة الثالثة بعد الفاتحة قرأت سورة، لا شيء عليك، لا قبلي ولا بعد، بل بالعكس إذا عملت قبلي، إذا عملت قبلي لازمك تصلحه، من بعد ما كانش بطلت الصلاة، لأنك زدت الصلاة ما ليس فيها، لأن عندنا دليل بدولي مستثناء والصورة كيما قال. أما بخلاف المسألة هذه أي حاجة أخرى من السنن اللي ذكرناها احنا ولا من السنن الخفيفة التي تجاوزت الثلاث تذكرها بالنقص أو بالزيادة يجب عليك أن التصليح نتاعها. أنا تفهمنا فرض كان حكم وحده يلزمك تجيبه، وتفهمنا أيضا السنن تتصلح بالسجود القبلي أو البعدي سواء كان زيادة أو نقصان، وتفهمنا للفرائض نتاع الصلاة لا شيء عليك في إتيانه، وحكينا على مكروهات الصلاة اللي أنت إذا كانت تركتها تأخذ أجر، أم إذا كان أتيت بها وفعلت إحدى هذه المكروهات فلا شيء عليك. وذكرنا 12 مبطل من مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة هذه إذا كانت فعلت داخل الصلاة فالصلاة باطلة، ولأهميتها نعيدها. قلنا حاجة مهمة ياسر تبطل لك الصلاة الكلام في غير الصلاة، والكلام يتقص عليه النفخ. معناها كي تبدا تتكلم في الإمام نتاعك وتصلح له في الصلاة نتاعو لا شيء عليه. قول له راك قمت ست ركعة، راك نسيت حاجة، راك نسيت التشاور، كيتكلموا ولا هو يغزر ياسر يقول لك علاش؟ مش يغزر معناها يستدبر القبلة، مش معناها يعطيك بظهره، يعطيك بظهره القبلة، إذا كان أعطاه بظهره القبلة بطل الصلاة نتاعو. تلفت هيك ولا من غير ما يتلفت يسأل، لذلك جائز. جائز لأني في الصلاة، إذا كان سائل يجوز لك التكلم لأني في موضوع تصليح الصلاة. إذا كان تكلمت في غير الصلاة فالصلاة باطلة. كذلك النفخ، يعني علامة الضجر والتأفف، إذا إنسان نفخ في الصلاة عامدا فالصلاة باطلة. ذكرنا آخر، لا يصلي وهو يدافع الأخبثين، ما يصليش وهو محصور، ما يصليش وهو محتقن بالبول أو الغائط أكرمكم الله، يمشي ينقص المي ويتوضأ ولي أدركم الصلاة أدرك، مش خاطر باش تفوت الجماعة يولي يصلي في هيئة نتاع قلة أدب مع الله سبحانه وتعالى. وقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة وأنت تدافع الأخبثين ولا صلاة عند حضور الطعام. مروي على سيدنا انت تحط لك العشاء وانت جيعان تتعشى وبعد يمشي صلي. كيف كيف زاد كما قال خونا مساله اذا كنت تعب برشا في النوم بتاعك ما تصليش حتى لا تدري ما تقول. وهذه صارت واحده من نساء النبي كانت تكثر القيام حتى ولات تعب تعمل حاجه تتعمد عليها باش تنجم تقوم. قال لها ارقد ارتاح وبعد ما تصلي شيء مشكل ارتاح خذ راحتك وبعد جيب الصلاه نتاعك. وكي عذر مبيح اللي توخر الصلاه دي وقتها الضروري مش تصليها معناها وتخرجها حتى تولي تصليها اداء. الحدث اذا احدث تبطل الوضوء، واذا تبطل الوضوء تبطل الصلاه، وجبت عليه الصلاه. زياده مثل عدد الصلوات سهوا، اذا كان سي وزاد عدد الركعات مثل الصلاه هكذا تولي الصلاه باطله. القهقهة وهو اصدار صوت اثناء الضحك، إذا كان تبسم صلاة الصياحة، أما إذا كان قهقه والضحك نتاعو ولا بصوت عمدا أو ناسيا أو سهوا. كيف كيف؟ أصدرت الصوت بطلت الصلاة. ماذا؟ الأفعال الكثيرة في الصلاة هذه زاد من ابتداد الصلاة، أو ركع هكذا أو عمل المنكر أو تنحنح أو شنو، كثرة الحركات هذه من شأنها أن تبطل الصلاة. ثم ذكر الفوائد إن كانت أقل من خمس صلوات، وحكينا كيفاش الفوائد نصلحوها، إذا كان أقل من خمسة يجب الإتيان بها قبل الحاضرة. أما إذا كان ولات خمسة فما فوق تولي تجيب صلاة الحاضرة وكي ترجعهم معكم صلاة أخرى كان حبيبي. يرجعهم مع بعضهم قبل الوقت. منش؟
عنده متصاعد الوقت ويجيبه 17 ركعة وبعد يجيبه صلاة الحاضر مش عنده إشكال، لأن المشكلة إذا كان هو قلنا باش يصلي عليه صلوات 17 ركعة قبل صلاة النهار ولا ساعة لساعة دو نهارين، قول أنت نهارين متخلف فيك مريض ولا حاجة، فهمت ما نجمش يصلي؟ نهارين هاكو ماكش باش يجي مع بعض، يولي يتعب، يولي تقول له أنت أكل نهارين هاكو ورد هما نهارين جايين، تولي أنت مثلا كل صلاة كل صلاة الصبح مع الصبح على مدة نهارين ولا مدة ثلاثة أيام. وهذه قلنا الفتوى نتاع ابن عاشور المشهورة أن الإنسان إذا كان بلغ الحلم وما صلاش يحكر قداش ما صلاش وينوي الردان نتاع الصلاة هذيا، كي الفتوى المشهورة على أئمة الفقه هاي اللي هو يقول لك يجيب الصلاة هذيك. والإمامة وصلاة القصر، قصر الصلاة